ولكن انتي وياها شو عم تعملوا؟ شو كمية هالشوكولا اللي قدامكن؟ هيلين هيبي سيدري على ليليان، ليش حاطين كل هالشوكولا وقاعدين؟ تمام جربوا الشوكولا اللي جابلكن اياها خالكن، بس مو تحطوا كل الاشكال والانواع قدامكن يا ولاد، ما بيصير مضل هاد. جمال تعال شوف، تعال شوف الاولاد جمال حاطين كل هاي الشوكولا وبدهم ياكلوهن. شايف كيف حاطين كل الشوكولا وبدهم ياكلوهن؟ تك تك ايه افتحوا وحده وكلوها. بلا ضبن ضبن كلياتهم، ما بيصير هيك. طبهم كلياتهم ما بيصير، ما بيصير تاكلوهم. شو لوين؟ جيلين جيلين هاتوا تعالوا تعالوا تعالوا. تمام شو بس يلا استيكيت ما تخلصوهم ها تمام؟ لا تخلصوهم كل شوي بتذوقوا وحدة. تخليهم ياكلوا من كل وحده بس شوي بس شوي. وبتعطونا رايكم هلا. اخي جايب هدول الشوكولا كلياتهم من المانيا، جايب ميلكا من كل نوع على طعمه شكل ماشي، وجايب يعني كثير شغلات طيبه. هلا الاولاد رح ياكلون ويعطونا رايهم بالشوكولا تبع المانيا. هلا في منهم بتركيا كمان، بس اليوم بدنا نجرب يعني الطعمه يا ترى بتفرق من بين المانيا وتركيا ولا لا. تمام مال كمان قعد وبده يدوق معاهم الشوكولا تبع المانيا. باي وحده رح تبلشوا؟ اي وحده رح تبلشوا؟ هانكيسي تمام. اسمعي من ابوك جمال افتح هديك. هيلين تركي هديك، خليه يفتح جمال اول شيء هديك. هلا عطي كل وحده شوي وانا كمان بدي ادوق شوي بدنا نشوف. سيدرا عم تشمها سيدرا بالاول، ليش عم تشمون؟ ها بتشبه ريحة الشوكولا تبع الأعياد. تشكرا دارين. هلا بدنا ندوق أول شيء. سيدرا سيدرا دوقي بالإنجليزي سيدرا. سيدرا عطتها خمسة. أنتي هيلي كاش بوينت هيلين هادي هيلين سبعة ونص. هيفي سان تسعة ونص. جمال سان هلا انا بعطيها خمسة مثل سيدرا، ما كتير حبيتها، لنشوف غيرها. طيب كتير ما هلا الطيبة هاي، لنشوف غيرها. ايه انا ما بحب الشوكولا تكونها على طعم الحليب. خلونا ندوق واحدة تانية. اي وحده بدك تفتحي هيلين؟ افتحي هذيك البسكوت لنشوف. هانوتا ايه تمام افتحي لنشوف. واو فرجيني كيف. واو برايي انا هيلين وسيدرا طلعوا علي بتانا وجمال الهيبي وحده تمام، لانه هيك بيصير كثير. لسه في قدامنا كثير، رح يوجعكم بطنكم. هاي انا بعدين بقدر ذوق بس شوي. يلا ذوقوا. انا شكلي رح حبها لهي، ما بعرف. كاتش بوان جمال كاتش بوان سيكيز سيد 8 يعني. هيبي سن كمان هيبي 8. هيلي سيدرا طيب طعموني انا كمان، عطوني ليليان هاتي. واو اون بوان انا 10 كتير طيبة. انا بحب هيك بسكوت وبقلبه شوكولا، وهذا الشوكولا في بقلبه كمان فستق وبندق هيك شغلات مكسرات.
يلا سكري عيونك هيلين واختاري وحدة. يلا اختارت اول وحدة. تمام. هاي شوكولا بيضة. ارتحيها لنشوف. واو قال بقلبها اوريو. هلا بيضحكوا علينا بالتعليقات، اهل تركيا بيقولوا اوريو، هي اسمها اوريو. شكله بيشهي والله، بقلبها اوريو. ايه هلا كل واحد وحده. هيلين شقفيها، عطوا ليليان كمان. انا بس براس هيلين، براس ما بحب كثير. لا لا هديك اللي وقعت عليكي هديك، انا ما كثير بحب اكل شوكولا وهيك شغلات. في عندي طنجرة محشي على النار كمان. انا والشوكولا البيضاء معنا رفقات، بس لانه بقلبها اوريو ما بعرف كثير طيبه. واو هيفي حطيت 10 علامات. وانتو هيلين سيدرا جمال 10 انت. سيدرا 9 هيلين 8 اي هيليان 9 هيلين فرجينا شو رح تطعمينا هلا. واو شوفوا على طعم شو هاي، فرجيني غير بنا فرجيني ذوقوا وذوقوني كمان بس شوي. بس كده دريم سيدوس يسلم ايديك يا حبيبتي. شوفوا شوفوا شوفي بقلبها والله بتشهي. طيبة والله. اي شوكولا مرة دارك كثير كثير طيبة. انا روح قلبي بيرفكت. ليليان عم تقول بيرفكت. سيدرا اون بوان. هيلين كم علامة انت؟ انا 10 بن اون. واو روح قلبي. فرجينا. واو هلا حرق كيندر هاي. يلا خلي هالمرة سيدرا تفتح افندم. اون بوان. واو ليلي انا بفتحها. اعطيني اياها ليلي. هيلين هاتي لقلك. واو شوفوا شو قلت شو شهي. هاي شكلها غريب كتير والله. هيلين تركيا دفاربو. هاي ما موجودة بتركيا، هاي لأول مرة نحن بنشوفها. هي من ماركة كيندر أما على شكل تاني. هلا رح افتحها أنا كمان. كيندر شوكو بونز. واو المقيمين بألمانيا يكتبوا لنا بالتعليقات. واو ايه والله ما احلاها، شكلها بيشهي. هلا اعطوني رايكم بتبعيه الكندر كاتش بوان فيريور. انا بير ما بعرف ما كان في لها طعمه. شو ليليان يا عمري؟ ليليان عم يوجع سنة حبيبه قلبي. بن بير. واو شوفوا هاي على قهوه. فرجيني فرجيني فرجيني. هاي على قهوة. واو 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 افتحي هيلين وفرجينا. واو ايه مبينة كبيرة هديك كتير. مبلا والله مبينة كبيرة. او واو بتشهي شكلها بيشهي. واو حبيت. فرجيني شمه ريحتها بتشهي بتشهي القلب والله العظيم. عاطي عمرار. بتشهي. الاولاد ما بيحبوا القهوه. هاي هيك الشوكولا هاي بتنفع للكبار. بتشهي مع فنجان قهوه بيشهي. واو انا 10 على 10 والله. ليش؟ لانك ما بتحبي القهوه. سام سيدرا سيدرا 10. واو انت هيفي 3. طيب هلا شو رح تذوقونا كمان؟ ضلي كثير ولا لسه؟ افتحي سنيكرز. انا
ات واو شوفوا شو صغار. هات ميني سنيكرز. يا الله شو بشهي. بلش بطنهم يوجعهم. خلاص هلا ما رح ندوق يا تر. ايه رح ندوق هاي والباقي خلاص رح نخبيه. هاي هاي قسم هاي اوريو. اوريو دني في واحدة على اوريو. في بقلبها اوريو. ثواني اول شيء كله اول شيء سنيكرز ما اكلته بالاول. واو شو هذا ضغار؟ مينيك ورايا شو هلا بنتركهم لهدول؟ قولي هدول يا بنات. طيبة والله. ايه بس طيبة والله طيبة. أنا ما كثير بحب الشوكولا. أون بوان. سيترا والله شو غزال. صفر بوان ما بيصير صفر كمان أنت الثانية. اون اون بندا اون شوك بند. اخر شيء رح ندوق تبعيت الاوريو. في باقي الباقي ما رح ندوقه. هدول رح نتركهم. اساسا هاي شوكولا بيضة. اساسا هاي دارك شوكليت. وهي كمان يعني معروفة. خلاص هلا بدنا ندوق تبعيت الاوريو. نفتحها كمان. بنفتحها كمان. اكشن. بس نشوف شكلها كيف. كثير هيك يعني جد. تمام بس افتحوها. افتحيه افتحيه. اتش واو واو شو بتشهي. بقلبها شوكولا. بقلبها بسكوت مالح. والله شيء هيك بيخلي الواحد عن جد ياكل الهم انه كيف طعمتها يا ترى. شوكولا على بسكوت. مندوق دنيز. بير بارشا سادجة. سادجة. بانا دافال. لأنه مو منيح. صالق. صالق لدي القزم. لأنه صالق صز. الملح والشوكولا عاطين طعمة بتشهي القلب. ايه كتير طيبة. قسما بالله انه بتشهي. واو كثير حبيت. هاي اللي عم تقول شوكليت زتلي. تمام تشربي مي. نعم روحوا. راحوا تركوا لي هدول كلياتهم. هلا ضل عنا بس بعت الاوريو. رح ندوقها انا والبنات. بدنا نلم السفره وعامله انا طنجره محاشي بتشهي القلب. رح ياخذوا استراحه من الاكل وبعدين بناكل الاكل الطبخه. واحدة من البنات حطيت لها 7 حبات يبرق ورق عنب في مسابقة. اللي بتخلص الصحن تبعها مع اللبن تبعها بتربح معانا جائزة. لنشوف دول بارا بعدين بحكي قديش. المهم رح اعطيكم مصاري اللي بتفوز طبعا. لنشوف مين بتخلص صحنة قبل الثانية. بير اكي اتش باش لين هادن. يا باش يا باش شوي شوي. سيدرا يا باش قسم. اشربوا اللبن تبعكم كمان. ليليان يا رشمال استيورسون. ثواني رح احط ليليان كمان كم حبة. ليليان كمان فاتت المسابقة حطيت لها بس 4 حبات. ما شاء الله هون هيلين عم تخلص. هيلين سيدرا هيبي ليليان. يلا يلا ما شاء الله هيلين خلصت. اكنجي سي اكنجي سي سيدرا سيدرا تمام مليان. يلا خلصوا اللي بتمكن. لا اكنجي سيني هيبي وسيدرا كمان مع بعض. وانتي ما شاء الله ليليان برافو. هلا بدي اعطيكم بدي اعطي هيلين المصاري اللي وعدناها فيها. ثواني هيلين خدي 50 ليرة هاي لك ربحتي. انتو خسرتوا. ها ها ها. خلص رح اعطيكم جائزات هيك صغيرة بعدين.
هلا هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي لهون عم يشوف الفيديو يحط لنا لايك ويشترك بالقناة ولا ينسى يفعل زر الجرس. باي، بنشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. ليلي باي. وهذا اخي اللي كان جاي من المانيا بدي يروح على بيت اهلي، ضل عنا يوم وبدي يروح لعند اهلي. جاي من المانيا، هو اللي جاب لهم الاكلات عم يودع البنات. الله يكون معه يا رب. هيك كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. وهذا هو اخي، حبيت اني اطلع لكم اياه باخر مشهد تشوفوه كمان. خالي البنات، ما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو حابين نصور بالفيديو الجاي. هلا بدي اقول لكم تحيه كثير كبيره مني لكم، وباي.